مصدر ما أدليت به من معلومات. معلومات دي بالدولة. أنا كنت رئيس جهاز أمن الدولة، وكانت كل المعلومات اللي تصور عندي من كل أجهزة وزارة الداخلية ومن كل مكاتب مراكز أمن الدولة المنتشرة في المحافظات الجمهورية، ومن بينها محافظة شمال سيناء ومحافظة البحيرة اللي فيها سيد وادي المطلوب ومحافظة القاهرة اللي فيها سيد المبارك. ومن الأجهزة الحكومية الأخرى اللي كانت بتتعامل معانا في جهاز معلومات جهاز أمن سياسي. الأجهزة المكاتب حصلت على معلومات دي من مصادرها طبعا. احنا طبيعة العمل بتفرض وجود مصادر. طبيعة العمل في جهاز البحث عن الدولة بتتطلب من كل ضابط أو كل العاملين فيه إن كلهم مصادر معلومات في كل الأماكن وفي كل الأجهزة. هل تستطيع تحديد أي من هذه المصادر؟ لا طبعاً. أولاً هذه المصادر دي مفروض أنها مصادر سرية، ونحن حريصين على سلامة هذه المصادر. ثانياً دي كانت مصادر لزوار، أنا كانت المعلومات بتجيلي بعيدة عن المصادر من خلال الزوار. هل تأكدت من صحة ما ورد إليك من معلومات؟ ما حدث أكد صحة هذه المعلومات. الأحداث اللي حصلت أكدت أن المعلومات اللي كانت وصلها معلومات صحيحة. ما هي الفترة الزمنية التي انقضت بين إحاطتك بهذه المعلومات وبالتخطيط المزمع التكاثر وبين الأحداث التي وقعت؟ ما فيش فاصل زمني تقريبا. المعلومة كانت بتيجي سابقة أو لاحقة للحدث مباشرة. وطبعا جهاز الشرطة في هذا التوقيت كان أصيب إصابات بالغة نتيجة حالة الفوضى ونتيجة الهجوم على مقراته ومشاهده. ويمكن منطقة سيناء ليها طبيعة خاصة عن اتفاقيات كامب ديفيد بتفرض على الدولة المصرية انها تتواجد بشكل معين بالنسبة للتسليح في هذه المنطقة. فعناصر حماس بالتنسيق مع عملائهم نجحوا في ان هم يهربوا اسلحة تفوق إمكانيات الأسلحة المتواجدة مع القوات في شمال سيناء. ما هي الإجراءات التي قمت باتخاذها فور إحاطتك بهذه المعلومات تفاديا لوقوعها؟ أول حاجة معلومات بالنسبة لشمال سيناء، إحنا كنا من عصر يوم 28 يناير أعلننا إن الشرطة غير قادرة على مواجهة الأحداث، وطلبنا من وزير الداخلية، وزير الداخلية طلب من القيادة السياسية تدخل القوات المسلحة لإقرار النظام على البلاد لعجز قوات الشرطة على مواجهة الموقف. كان أول حاجة بنعملها بنخطر مكاتب المخابرات الحربية في المحافظات بهذه المعلومات وبالهجوم اللي بيقع على المقرات الشرطية، ونطلب حماية القوات المسلحة اللي كانت بقدر الإمكان تحاول تساعد في الحماية. ثاني حاجة إن المعلومات دي كنا بنصعدها لوزير الداخلية اللي بيصعدها للقيادة السياسية عشان تتخذ القرار السياسي المطلوب. See?